أبو الولد من الرضاعة، هل تحتجب منه زوجة الولد نفسه؟ أبو الولد إيش؟ من الرضاعة. أي نعم، لا تحتجب منه. زوجة ابنك من الرضاعة ربيبة مثل زوجة ابنك من النسب، لا فرق بينهم. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما تحرم عليك زوجة ابنك من النسب، تحرم عليك زوجة ابنك من الرضاعة. نعم.